والله صلاة الولادة الطفل من يجي يريدون من أهله فلوس، تقول احنا ما عندنا رواتب، عجتهم تشترون بدائرة حكومية، شلون ما عندكم فلوس؟ ما يعطوكم راتب؟ لأن الناس مالها الفقرة، اللي يجي الولد يبتلي على عمره هنا بالمستشفى، ما يصير هيك. المفروض الحكومة تتطرق لهالموضوع هذا، تنتبه له. والله نطالب على الظاهرة هاي، لازم يقضون عليها، مدير المستشفى لازم يفتار بنفسه يشوف. هسه أنا ذاك اليوم صارت عند جتني بنية 20,000 يلا طلعنا، ما ينطون الطفل هذولا، لازم هذن السستراتي ياخذن بخشيش. يعني الماء ينطي شلون؟ الماء ينطي، والله ما ينطون الطفل، حتى ما يغسلونه زين، حتى ما ينظفون الطفل زين. شنو مطالباتك؟ والله نطالب انه يجيبوا لنا كادر قمم، هذا الكادر يعني هذا الكادر يبدلونه. الكل يعلم ان هناك زخم كبير على مؤسساتنا الصحيه، واليوم نسلط الضوء على عدد مراجعين الى قسم شعبه النسائيه في مستشفى السلام. الأعداد الحقيقة خدمات، احنا عندنا عيادة استشارية وفي نفس الوقت منتظر طوارئ، صالة ولادة، صالات عمليات. عدد العمليات اللي تجرى تقريبا شهريا بين 250 إلى 300 عملية قيصرية. بالنسبة لعدد الولادات يتعدى العدد 1000 ولادة طبيعية شهريا. هناك زخم فعلا يعني على هذه الشعبة، بالرغم من قيام كوادرنا والحمد لله بأتم واجباتهم من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المراجعين. هناك شكاوي يعني من المواطنين أن في صلاة الولادة يتم أخذ مبالغ. الحقيقة هاي نعتبرها احنا تصرفات فردية مخالفة للتعليمات وتوجيهات الوزارة ودائرة الصحة نينوى. نحن لو تراجع داخل المؤسسة الصحية وبالذات داخل صالات الولادة تشوف هناك أرقام مثبتة لغرض الاتصال مع الاحتفاظ بالسرية وتوثيق عملية أخذ مبالغ من الناس. لكن يعني الحقيقة يعني أنا فترة في الإدارة ما حد يجي يراجع أو يتصل على الأقل بيقدم شكاوي بهذا الخصوص مع ذكر الأسماء لتسنى للإدارة اتخاذ الإجراء القانوني بحق هؤلاء. الأمر الثاني أنه تعاون مواطن جدا مهم. أنا بنفسي لأكثر من مرة أقوم بزيارات مفاجئة إلى الشعب والأقسام في مستشفي، وأركز على هذا الموضوع. من أدخل على صالة الولادة وأستفسر ميدانيا مباشرة من المرافقات، حتى مرات ألجأ إلى أن أقوم بتحليفهم، يعني أخذوا منكم فلوس؟ يكون الجواب طبعا لا ما أخذ، وأحملهم الأمانة بذلك، لأنه هذه أمانة. يعني الأمانة أنه أنت تذكر لو كان يحصل لك أي موقف مخالف للتعليمات، المفروض أنت تذكر ذلك عندما تسأل ليتسنى لنا نحن اتخاذ الإجراء الإداري بحقهم.